وانتم بخير. باسم مطعم العجوز البحر ندعو جميع اهالي يافا والمنطقه للحضور الى المهرجان الى ميناء يافا من عود من جديد، احتفال يدعو الى البهجه والسرور في قلوب اطفالنا، ونحن في احضان ميناء يافا بثلاث ايام العيد 17/10 الساعه 3:30 ظهرا. نتمنى من جميع الأهالي والأطفال الحضور بأفواجهم حتى نعيد الكرة وننجح هذا اليوم. الهدف من هذا المهرجان هو إدخال السرور والبهجة في قلوب أطفالنا. أهلا وسهلا فيكم وكل عام وانتم بخير. سعدنا فيها بيخليها ذكرى جميلة لبعد العيد. العيد فرحة وأجمل فرحة، العيد فرحة وأجمل فرحة، تجمع شمل قريب وبعيد. سعدنا فيها بيخليها.